أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من ولد في بلاد الكفار وجنسيته مثلهم ثم أسلم ولا يستطيع إظهار دينه وأهله كلهم كفار، فهل تجب عليه الهجرة وإلى أين يهاجر؟ يهاجر إلى البلد الذي يستطيع يظهر دينه فيه، إلى البلد الذي يستطيع أن يظهر دينه فيه إذا استطاع، إذا كان ما يستطيع فهو يعذر إلى أن يستطيع كما في الآية الكريمة. نعم.